الأصدقاء مكتوب والأصدقاء والموعد واللقاء يحكي المعنى كتاب من إلهام السماء الحكمة في مدى فلنسمع ما روى ما أجمل ما حوى من أسرار الضياء مكتوب والأصدقاء يحكي سير الزمان وما بالماضي كان هو شاهدنا العيان فاسأل عما تشاء يحكي سير الزمان وما بالماضي كان هو شاهدنا العيان فاسأل عما تشاء مكتوب والأصدقاء والموعد واللقاء يحكي المعنى كتاب من إلهام السماء مكتوب والأصدقاء يروي للسامعين قول الهادي الأمين ورسول العالمين وإمام الأنبياء يروي للسامعين قول الهادي الأمين ورسول العالمين وإمام الأنبياء والأصدقاء. أرأيت ما حدث بالأمس؟ لقد حدث شجار عنيف بين العم حسن وزوجته وانتهى الأمر بينهما إلى الطلاق. أنا حزينة عليهما فقد كان جارين لطيفين. نعم سمعت، حتما دخل الشيطان وجنده ليفرق بينهما. نعوذ بالله من الشيطان وسراياه. الشيطان وسراياه؟ نعم، فإبليس له جند وسرايا من الشياطين الذين يعيثون في الأرض فسادا ويفرقون بين الناس وبعضهم البعض. ياسمين، إبليس هو شيطان واحد فقط ولا يوجد غيره، وهذا الشيطان يوسوس للناس جميعا. بالطبع لا، إبليس له سرايا وجنود ينتشرون في الأرض لينشروا الفساد فيها ويفرقوا بين المرء وزوجه، فهو يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فيكون أدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. وتخيلت أيضا أن إبليس يضع عرشه على الماء؟ أنا لم أتخيل، إنها معلومات حقيقية أخبرتني بها أمي. اقرأي أو ابحثي عن الموضوع قبل أن تسخري مني. ياسمين، أنا أكبر منك بعام وأعلم منك، لست بحاجة للبحث. لما يا سارة كلما أخبرتك شيئا يخالف أفكارك تخبريني بهذه الجملة أنك أكبر مني بعام وتعلمين أكثر مني. ما الإنجاز الذي صنعته في حياتك في أن أتيت إلى هذه الدنيا قبلي بعام واحد؟ أنت تصرخين في وجهي يا ياسمين ولم تراعي فارق العمر بيننا. أنت تفقديني صوابي، هل سنتشاجر مجددا؟ لا، لن نتشاجر. ما رأيك بأن نذهب إلى مكتوب ويفصل بيننا في هذه المسألة؟ موافقة، ولكن لو كان رأيي هو الصائب عيديني ألا تكرري هذه الجملة مرة أخرى. أي جملة تقصدين؟ جملة أنا أكبر منك بعام وأعلم منك، اتفقنا؟ سأحاول. هيا بنا إلى مكتوب الآن قبل أن أغضب مرة أخرى. كفى، لقد مللت منكما، لا تجلباني لي سوى المشاكل. اسمعاني جيدا، إن لم تشرحا لي ما حدث سأطردكما من مكتبتي ولن أسمح لكما بالدخول مجددا، فأنتما تسببان إزعاجا لضيوفي القراء. أعتذر يا مكتوب. وأنا أيضا أعتذر. هيا احكي لي ما حدث بينكما. إنها تقول إن... بهدوء بهدوء. حسنا، بدأت الحكاية عندما أخبرت ياسمين أن جارنا وجارتنا حدث بينهما شجار عنيف انتهى بالطلاق، فقالت لي لعل الشيطان وجنوده هم من أوقعوا بينهما، فقلت لها إن الشيطان فرد وليس له سرايا أو جنود. والأدهى من ذلك أنها تقول إن إبليس يضع عرشه على الماء. أرأيت؟ لهذا تشاجرنا وجئنا إليك لتؤكد كلامي وتوضح لها خطأها. ولما أؤكد كلامك؟ لأنه الصواب. بالطبع لا، ياسمين محقة، لإبليس سرايا وجند يسعون في الأرض فسادا ويفرقون بين الناس، ولعل أعظمهم شأنا عند إبليس من يفرق بين المرء وزوجه. أصدقتني الآن؟ ألديك دليل يا مكتوب؟ نعم، سأروي لكما حديثا شريفا. إن إبليس يضع عرشه على الماء
ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة، أعظمهم فتنة. يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا. فيقول: ما صنعت شيئاً. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. أعتذر إليك يا ياسمين، لقد كنت محقة. وأنا قبلت اعتذارك. والآن أخبراني، ماذا استفدتما من الحديث؟ عرفنا كم يسعى الشيطان وسراياه لنشر الفساد في الأرض، ولعل هدفهم الأعظم تدمير الأسرة وتشتيت شملها، وهذا يتضح في أن أقربهما منزلة منه من يفرق بين المرء وزوجه. أحسنت يا سارة، هل هناك مشاجرة أخرى تريدان مني فضها؟ أو نقاشاً حاداً تريدان مني الفصل فيه؟ لا، ولكن لدي اقتراح. ما رأيك بأن تأتي معنا وتجلس مع جارنا العم حسن وتصلحه على زوجته؟ سارة، أنا مجرد كتاب ولست مصلحاً اجتماعياً. هيا يا مكتوب، حاول أن تصلح ما فعله الشيطان وجنده. حسناً، سأذهب إليه غداً، رغم أني مقتنع بأنني مجرد كتاب. مكتوب والأصدقاء والموعد واللقاء، يحكي المعنى كتاب من إلهام السماء، الحكمة في مدى فلنسمع ما روى، ما أجمل ما حوى من أسرار الضياء. مكتوب والأصدقاء يحكي سير الزمان وما بالماضي كان، هو شاهدنا العيان فاسأل عما تشاء. يحكي سير الزمان وما بالماضي كان، هو شاهدنا العيان فاسأل عما تشاء. مكتوب والأصدقاء والموعد واللقاء، يحكي المعنى كتاب من إلهام السماء، مكتوب والأصدقاء يروي للسامعين قول الهادي الأمين ورسول العالمين وإمام الأنبياء. يروي للسامعين قول الهادي الأمين ورسول العالمين وإمام الأنبياء. مكتوب والأصدقاء.